الميناء التجاري في الطور وبزنيمة كمواد خام. انا عايز اقول ان احنا في خريطة شاملة لمصر، دي موجودة فيها كل المواني اللي احنا عايزين نعملها ونطورها، سواء كنا هنعملها عن طريق الدولة او حتى عن طريق القطاع الخاص. والكلام ده برضو بينطبق على المطارات، والكلام ده برضو بينطبق على المطارات. احنا ماشيين في الخطة دي. بس انا عايز اقول على حاجة، انا ممكن اقول لكم على موضوع دلوقتي ناخد فيه قرار، وساعة لما نيجي ننفذه تجده بياخد من سنة واتنين وتلاتة. وده مش عشان الدولة، يعني عشان نكون منصفين، مش الدولة معناها ان هي بطيئة ولا او متباطئة، او الاجراءات الادارية والاجراءات بتاخد وقت. احنا اعلنا على الاربعة مليون فدان، واول مجموعة منهم 1.5 مليون فدان من سنتين، وطرحنا اول طرح ل 500 الف فدان يمكن من 6 شهور، مش كده 6 شهور، لغاية وانا بكلمكم النهاردة ما اتزرعتش الارض دي، يعني ما اتخدتش الارض وتسلمت للناس. مش تباطؤ من الحكومة او من الشركة، دي شركة احنا شكلناها شركة خاصة للموضوع، لكن في الاخر بيترتب على كل اجراء الشركة دي هتعمله. انا بجيب بس مثال ليه الوقت بيبقى طويل على مستوى الدولة في اي تصور نطرحه للتنفيذ. وانا بكلمكم كده لغاية النهاردة في الطرح الاولاني ال 500 الف فدان احنا لم نسلم الارض للناس اللي كانت طلبت انها تاخد ارض في ال... وبقول كده ليه؟ لان ده الواقع اللي احنا عقبال ما هنعمله هياخد وقت. الكلام ده كان قبل كده لما نيجي نطرح نقول هنعمل مليون فدان ياخدوا 15 سنه و20 سنه، ونجد النتيجه بعد ال 10 15 سنه ان الرقم اللي تم زراعته من المليون فدان اللي طرحناهم ولا قلنا عليهم مثلا 30 40 الف فدان. احنا بنحاول ما نعملش كده دلوقتي، بنحاول نقول 500 الف فدان يبقى ال 500 الف فدان متجهزين يتزرعوا والناس تخش وتاخد وتشتغل عشان نتحرك قدام.